السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. شلونك حبيبي؟ شلونك الصحة؟ ما أدري هذا المهنة صاغة الحجر على المحبس أنت يمكن جاي تشتغل بها. أي نعم. فإذا تحكي لي نبذة مختصرة عن عملك. أول مرة خلني أطرق بالأحجار الكريمة. قسم من الأحجار نجيبها من الدول يعني. هاي دول موجودة اليمن، أفريقيا، روسيا، زامبيا، روسيا، باريس. قسم من عنده خام احنا نشرخه هنا. شنو قصد خام؟ خام يجي يعني على شكل قطع طبيعيه كبار، اي مكعبره يعني، فنقطعها ونشرخها على شكل احجار مال صياغه مال المحبس. نكمل هنا تم عمليه التراخ والتلميع على نوع قطر الحجر، نبدا نصوغه سوق الخواتم الفضه. اي نعم. يعني هل هاي العمليه بها تكلفه مثلا او بها مجهود مثلا؟ طبعا بها، ماكو شيء يجيب سهل يعني، كل شيء بها مجهود. اسعار اسم الخواتم مثلا حاجه مناسبه؟ تفاوت تفاوت. نعم نعم. يعني من اقل محبس ايش قد واعلى محبس ايش قد؟ يعني من ناحيه الصياغه اقل صياغه عندنا ب 35000. اقل شيء، اقل شيء وعلى شيء تصعد يعني 50 60 70 50 100، توصل على نوع الشغل يعني. ولو سألك زحمه اذا تراوين يعني بعض النماذج حتى موجود. هذا شلون كملت هسه؟ هذا شو يسمونه؟ حجر. هذا حجر يسمونه درع حسيني. درع حسيني هاي خام من العراق. اها سلام الله عليك. شو خاش يا اختي الساعه ما شلون كملت؟ ما شاء الله. أيه. ما شاء الله، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هذه المحابس يعني تقدر تشتغل مثلا على كل هسه هاي ياقوتة افريقية. ياقوتة افريقية نعم. يستخدم يعني تجي من افريقيا. واكو باريسي واكو كشميري واكو سريلانكي. هاي افريقية، نوع من انواع الجزع اليماني. الجزع اليماني. اليماني. هاي ياقوت اصفر يختلف عن ذاك الياقوت. شنو يفرق عن يعني هذا اللون اصفر؟ خاصيات تختلف. انا سامع ولا وقت كلام خير، انا سامع بانه بطاقه. شنو يعني قصده بالطاقه؟ اي مو قلت لك انا ما خليتني. يلا كمل كمل. هذا يشتغل لعلاج تنظيم دقات القلب. هذا يشتغل لراحه النفس. اي اكو مثله يشتغل بالسكر يسمونه. هذا جزع يماني او اللون الاصفر. يعني هسه مجربه هذه مال السكر ومال النبض؟ نعم 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 نعم. هاي زمردة. ما شاء الله. اي هاي الزمردة تشتغل للضغط بالضغط والصرع. والصرع كله بالتجربه، الحكي اللي حكيت اياه كله بالتجربة. يعني كنا جربوه وجا نتيجه. اي نعم نعم. لا بالفحص. اي بالنسبه للاحجار عندنا نوعين، اكو احجار علاجيه واكو احجار مازينه. يعني هسه نقول اكو مثلا احجار علاجيه واحجار مال زينه. نعم. يعني مجرد للزينه ما بيها فد يعني مثل ما ما بيها طاقه. بس احنا بالنسبه لنا هنا كمحل، هذا محل شيخ خالد صياغه الباقر وشيخ خالد ابو علي والنعم. يعني احنا نشتغل بالاحجار اليمانيه والعلاجية. اي والاحجار يعني ما نشتغل مال الزينه، والاحجار العلاجيه. الأحجار الفعالة احنا نقول. الفعالة، وعندنا أحجار مصورة. تصوير رباني. مثل هاي الأحجار هسه شوف. باحة. هذا تصوير الكعبة المشرفة، ربانية هاي. ما شاء الله. إي. مثل هاي هسه الأحجار أشوفها. هاي مصورة بيها فرسة. هاي ربانية على خلقتها هيك مختلفة يعني. وأنواع الحجر عندنا. باختلاف أنواعه.